أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في كتاب أبي حامد الغزالي المتوفى سنة 505 والمسمى المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال؟ أبو حامد الغزالي فقيه شافعي وأصولي ممتاز في الفقه والأصول، ولكنه دخل عليه الفلسفة، درس الفلسفة ودخلت عليه فأثرت عليه وتأثر بها. وأما الكتاب هذا مشهور، أنا لم أقرأه ولا أدري، لا أدري ما موضوعه. يظهر من عنوانه أنه رد على الملاحدة، ولكن ردودهم إنما تقوم على علم المنطق وعلم الكلام، ليس فيها في الغالب آيات ولا أحاديث، لأنه هو يمشي على هذا من علماء الكلام ومن علماء الفلسفة، مع ما عنده من الفقه وعنده من الأصول، فيستفاد من فقهه وأصوله، لكن من ناحية العقيدة لا يعتمد عليه. نعم.